نطمن على حكامنا وهل قادرين على استئناف الدوري ولا لا؟ احنا ان شاء الله وان تحيه لكل بورسعيد واهل بورسعيد بلد بنتشرف دايما نعتز بيها. احنا هنا موجودين في خطه لجنه الحكام الرئيسيه كابتن عصام عبد الفتاح خلال فتره التوقف ده بنستفيد بيها. ففي متابعه مع المناطق الشغل مع الحكام بنستعد استعداد جيد لان المرحله الجايه ان شاء الله هتكون مرحله صعبه جدا. مطلوب من الكل لاعبين اداريين مدربين وايضا الحكام الاستعداد الجيد لبدء الدوري العام. اعتقد ان الكل لازم يساهم في نجاح هذه المنظومه. احنا شايفين التوقف عامل ايه في الكل. احنا ان شاء الله من خلال لجنه الحكام بنستعد جيدا اعداد الحكام. كل الحكام دلوقتي تجيب على مستوى الجمهوريه تمرين جيد جدا، ايضا اعداد فني حكام كل الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده في الدور الاولاني بيعاد اطلاع الحكام عليها تقييمها. مفيش حد يقدر يدعي ان مفيش اخطاء، بالعكس. بس قبل ما اتكلم عن اخطاء في ايضا ايجابيات. شفتوا مجموعه الشباب اللي تم الدفع بيها. انا اتمنى ان الكل يبقى يعلم جيدا منظومه اتحاد الكوره هي الدوري العام الهدف منه فقط اعداد اللاعب والمدرب والاداري والحكم لتمثيل مصر في المحافل الدوليه. بفضل الله من خلال الدوري العام المصري النهارده عندنا في كل بطوله اتحاد افريقي بتلاقي حكم مصري لاول مره من فتره كبيره. كابتن جهاد جريشه اصبح من ضمن الحكام المرشحين لكاس العالم 2018. جهاد جريش النهارده موجود في كاس الامم ولعب 3 ورابع. تمام. عندنا ابراهيم نور الدين بيلعب في كاس ان شاء الله النهارده. ربنا نتمنى التوفيق ان شاء الله. عندنا كل تقريبا شهر او اسبوع حكم مصري موجود في البطولات الافريقيه. ان شاء الله التحكيم المصري بخير. عندنا نخبة من الشباب الصغيرين هتشوفوهم على أعلى مستوى. المطلوب فقط إن الجميع يعلم إن إحنا بنشتغل كلنا من أجل مصر. تمام. هل هيجي اليوم اللي نستنى فيه عن استقطاب حكام أجانب؟ إحنا عندنا حكام جيدين. تمام. في ظروف بتحدث في مصر. بيبقى وجود الحكم الأجنبي في هذا التوقيت إحنا نأمل ان الاتحاد المصري او الانديه تنسى كلمه احنا عايزين حكم اجنبي. نتمنى من هذا الكلام، ولكن لدينا حكام قادرين يديروا الدوري العام المصري و يعني خارج مصر كمان. شكرين جدا لحضرتك ونورتونا بورسعيد. انا بشكركم وتحيه لكل الشعب البورسعيدي. سلام عليكم. شكرين جدا لحضرتك.